بلبول تاريخ، تاريخ لتوال معناتها برسك الأغلبية التتروات أزيتهم لتوال مشارك فيهم البلبولي من الليجاند متاع لتوال. إن شاء الله ربي يوفقه، إن شاء الله ربي معاه، أعطى برشا لتوال وكيب ناسيونال برسك 20 عام عمر عبد عدى في لتوال. كاو معناتها نستناو في جيست من الجمهور من شكون على الاقل ما يخرجش هكاك البلبولي وما يخرج بحاجه معناتها ما يجيش يخرج هكا 20 عام في ليتوال ما يجيش. البلبولي تاريخ كبير في ليتوال، تاريخ كبير في تونس، حارس معناها دخل التاريخ كي شكري الواعر كي عتوقة كل الحراس الكبار في تونس الغالب هذيك هي. تصور بلبولي 20 عام هز برشا تترويت يظلم فماش حتى لقب ما هزوش، ان شاء الله ربي معه وان شاء الله وان شاء الله بون شون. شوف ساعة أول حاجة بلبولي خويا، بلبولي خويا وعشيري، لكن تمنيت يخرج من باب الكبير بصراحة. 20 عام تيترويت الراجل معناه من ليجوند نتاع، تمنيت يخرج من باب الكبير وكاو ان شاء الله. تحب تكرين تحب ماتش جلال بلبولي 20 عام تاريخ حاجة معناها راجل من الرجال معناها اللي توال الغل. ما زلت معنا الثقافة نتاعنا نتاع نفرحوا ونهزوا ونهزوا الناس على العنيق اللي خرج ديكاج وطاف وسب وتقولش علينا. الراجل عنده 20 عام مشارك، هما احنا الاتوال الزين مشارك يجي في خمسة معناه ولا ستة. من نتمناو احنا يلزمنا الثقافة ويلزمنا نخرجوا ملاعبين من الباب الكبار الله غالب الله غالب. نيني قادم معانا على خاطر كيف ما قلت بلبولي اسم اسم كبير وعنده اكسبيريونس كبيره ويعاون الجروب برشا. كيف ما قلت منين هي يقعد معانا، اذا كي نقول منين هي يقعد معانا نكون اناني، اما لازمنا نخمو فيه ونقول له بون شونس وان شاء الله ربي معاك ماشي في افونتور جديده وان شاء الله يتوفق وينور الكره التونسيه.